مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. النهاردة بقدم لكم مباشر على اليوتيوب، يمكن الفكرة بالنسبة لي، أنا دايما بقدم مباشر على الفيسبوك، ما بقدمش على اليوتيوب، لكن قلت برضو ما نحرمش حبايبنا على اليوتيوب، دايما بيطلبوا مني الطلب ده، علشان كده أنا دخلت دلوقتي وبقدم لكم الحلقة دي. الحلقة دي مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم على الانتخابات، وهنتكلم على جرائم تحدث في هذه الأيام أثناء الانتخابات. الحقيقة الموضوع كبير وفضيحة لمصر. أنا هطرح أطروحات هتكلم فيها، وحضراتكم ياريت كل واحد عنده سؤال على المباشر هنا يكتبه لي في الشات، أنا هجاوب عليه، بس ياريت كل سؤال ما يزيدش عن 3 سطور، يعني مش واحد ينزل لي مثلا مقال كبير، لا، لو في سؤال ولا حاجة عشان أرد عليه يبقى 3 سطور. لما نيجي نتكلم على الانتخابات في مصر نقدر نقول إن مصر حاليا فيها مهزلة، مهزلة بكل المقاييس. اللي بيحصل في مصر ده غير طبيعي، غير طبيعي. أنا حفنت حاجات كتير قوي، حفنت جرائم حصلت، حاجات مفروض ما تحصلش، أشياء تعيب وجه النظام. هتكلم عن المرشحين لانتخابات الرئاسة، هتكلم عن وجهة نظر أحد الأصدقاء، بعد كده في الآخر هقول وجهة نظري أنا، وأنا بحب أدي صوت لمين، والمشاكل المطروحة حاليا نخرج منها إزاي. طيب نبتدي بداية، بس أنا بحب أوضح أن الانتخابات دي رأي وحرية رأي وإبداء رأي، لازم يكون في حرية للناس في اختيار من يمثلهم، ويجب أن يكون هناك حرية في التعبير، كل واحد يقول عايز اختار فلان يختاره بدون أي مشكلة. كمان موضوع الانتخابات ده بيعتبر مقياس للحرية وحقوق الإنسان، وبيتنظر لها من منظور عالمي على أساس الانتخابات وما يحدث في الانتخابات، في ديمقراطية، في حرية، في حرية تعبير، في حقوق إنسان في هذا البلد ولا لا. حقيقة أنا اتألمت لمنظر شاب انتقد الرئيس السيسي اسمه حسين محمد حسين. حسين محمد حسين شاب مصري، شاب بسيط، تقدر تعتبره أخويا وأخوك، ملوش مطالب في الحياة غير أنه يعيش عيشة كريمة، عيشة كريمة. الراجل بسبب الإجراءات الاقتصادية اللي بتحصل واجه متاعب جامدة جدا جدا جدا، واجه متاعب في الأكل والشرب وإنه يصرف على عيلته. فالراجل من الحرقة، راجل لقي نفسه قدام أسرته مش قادر يحقق لهم كل المطالب، فطلع بكلمتين في فيديو يكلم الرئيس ويعاتب ويعتب على الرئيس ويقول له أنا انتخبتك وأنا كنت وراك وأنا وأنا وأنا، والأحوال بتزداد سوءا، أنا للأسف مش هديك صوتي، أنا للأسف مش هديك صوتي. يا دوب الأخ حسين محمد حسين قال الكلمتين دول في فيديو ما يزيدش عن 3 دقايق اتاخد واعتقل. طيب هل ده عدل؟ هل الإنسان اللي احنا مش قادرين نحلله مشاكله كمان ما نسمحلوش انه يعبر ويتكلم ويقول رأيه؟ احنا فين؟ احنا في اي عصر عايشين؟ هل احنا في الألفية الثالثة ولا احنا عايشين في غابة؟ ولا احنا عايشين وسط بلطجية؟ الخبر نزل على الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتتكلم عن حسين محمد حسين وبتقول لانتقاده الأوضاع المعيشية بفيديو مصور، الأمن المصري يعتقل مواطنا مؤيدا للسيسي، كان سابقا مؤيدا للسيسي، ويخفيه قسرا للأسبوع الثاني. رصدت الشبكة المصرية اعتقال الأمن المصري للمواطن حسين محمد حسين الشهير بحسين أنبوبة، فنان مسرحي ويعمل بالأعمال الحرة ويقطن مسترد بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك بعد يوم واحد من نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك يوم 13 سبتمبر الماضي يشكو خلاله من غلاء الأسعار وعدم قدرته على
تلبية مطالب الحياة اليومية. هل حسين ارتكب جريمة؟ هل حسين انه بيعبر عن جوعه وجوع بيته ارتكب جريمة؟ الراجل اللي طالع حمقان وزعلان وبيدمع، مش عايزين نقول بيبكي، على الحال اللي وصل ما نستحملش منه كلمة؟ هل حضراتكم يا منعمين يا مترفين يلي بتلبسوا البدل وبتركبوا الطيارات وستاتكم بتلبس المظات، هل جربتوا الجوع؟ هل جربتوا الإنسان لما يحس بالجوع؟ هنا في ناس كتيرة بتكلمني، من ضمنها الأستاذة أو الأستاذ صابر كلان، بيقول لي مين البديل. طيب أنا مش هقول دلوقتي حاجة، أنا كل أسئلتكم دي واحد واحد هجاوب عليها بعد ما اطرح الأطروحة بتاعتي للنهاية. كلكم حضراتكم أنا متشكر جدا، في عدد كبير ابتدى يدخل معايا على البث، أشكركم جدا جدا، كلكم حبايب وكلكم أحباء. كل أسئلتكم أنا هجاوب عليها بس نهاية الحلقة. أنا من 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 موقعي كمصري مصري بأطالب بالإفراج عن حسين محمد حسين، الراجل البسيط اللي زي أخويا وأخيك أخوك، اللي بس عبر عن رأيه تم اعتقاله. يا ريت يتم الإفراج عن حسين محمد حسين، عشان باخت وبقى شكلها مش كويس، وشكلكم كمان يا حكومة بقى مش كويس. نيجي بقى لموضوع الانتخابات. طبعا زمان كنا بننتقد ناس آخرين لاستخدامهم أساليب سيئة في الانتخابات، لكن قبل ما أركن موضوع حسين، أنا برضو عايز أتكلم عن هشام قاسم اللي معتقل دلوقتي، بس عشان قال لرئيس السيسي يا ريت ما تدخلش انتخابات مرة تانية. الأستاذ هشام قاسم أنا اتكلمت عنه في حلقة كاملة قبل كده، ده راجل من التيار المدني والحوار الوطني، وراجل قديم وله علاقات، وراجل معروف وواجهة، وراجل مثقف. كونه طالب من الرئيس السيسي انه ما يرشحش نفسه يتم اعتقاله ويتم تدبير جرائم ليه ويتحكم عليه بست شهور سجن ومئة ألف جنيه غرامة، عيب، اتقوا الله. كمان عشان ما انساش، مع حسين محمد حسين الناشط هيثم خليفة اللي طلع يقول ان اللي بحاصل دلوقتي بين الرئيس السيسي وبين احمد طنطاوي من انتخابات دي مسرحية معدة مسبقا، وهتنتهي على ان الانتخابات تبقى 60-40 او 70-30. كونه قال حاجة زي كده وطرح تحليله تم اعتقاله، يبقى بنطلب احنا الافراج عن حسين محمد حسين، هشام قاسم، هيثم خليفة، وكل اللي تم اعتقالهم معتقلين الرأي. بنطلب من كل دول، عن كل دول، الافراج التام عن كل دول. نيجي بقى لموضوع حقوق الانسان اللي حاصلة اليومين دول. هل يصح انك انت تستخدم اسلوب قديم؟ زمان طبعا انا لما بطرح اطروحة عن الاخوان، مش معنى كده ان انا اخواني، انا ضد الحكم الديني، سواء اخواني سواء سلفي سواء مسيحي، انا بطالب بدولة مدنية ودستور مدني، فما بدافعش عن الاخوان. ولكن اذا كنتوا انتوا في يوم من الايام كنتوا بتقولوا الاخوان بيدوا كيس سكر وكيس رز، وجابوا المنتخبين بكيس سكر وكيس رز، ما انت اللي بتعمل النهاردة يا سيسي اليومين اللي عدوا دول؟ ما انت عمال توزع كراتين و200 جنيه والكراتين مرسوم عليها صورة سعادتك. هل ده اسلوب يليق؟ اذا كنتوا انتوا قبل كده كنتوا بتقولوا بتوع الرز وبتوع الزيت وكيس الرز وكيس السكر، انتوا بتعملوا زيهم دلوقتي. غير كده كمان، انتوا استوليتوا على كل الكراتين ديت من محلات ومطاعم بالعافية، يا اما هتدينا يا اما هيتقفل لك المطعم يا اما هنلغي لك الترخيص بتاع المطعم. هل ده اسلوب حكومة محترمة ولا اسلوب بلطجية؟ كل يوم والتاني بتأكدونا على اني اسلوب بلطجية. زمان كنتوا بتقولوا ان الاخوان بيدوا 10 جنيه كرتونة ب10 جنيه فيها ازازتين زيت واربعة كيلو سكر وشوية حاجات كده. هل دلوقتي العشرة جنيه بتجيب اتنين علبتين زيت واربعة كيلو سكر؟ ده كيلو السكر وصل في مصر 40 جنيه.
والزيت برضو غلي وصل ل 30 جنيه واكتر حسب العبوه. يا ريت لما تكونوا بتمارسوا اي تصرف تشوفوا نفسكم وصفتوا التصرف ده من غيركم قبل كده ازاي. حكايه انك انت تضغط على الناس باكل او كرتونه عشان الناس جعانه ومحتاجه وغلابه، بتعاملهم كانهم حيوانات بترمي لهم حته عظمه، مش عايز اقول كلمه تانيه غير حيوانات لنعيب. اسلوب سيء جدا جدا جدا. لكن انا شفت تصرفات غير طبيعيه، بمعنى منع التوكيلات عن احمد طنطاوي ان هو ما يعملش توكيلات، ما يروحش يعمل توكيلات، يروحوا الـ 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 الشهر العقاري يقول لهم الجهاز واقع او يقفلوا او اجازه او مفيش، الناس تروح بتضرب، يبعتوا لها بلطجيه تضربها. ايه ده؟ ايه ده يا نور يا حوش؟ ايه ده يا نور يا شويه بلطجيه يا شويه نصابين؟ ازاي تعملوا كده مع الناس؟ المواطن المصري ده سيدكم وسيد ابوكم، ده الحكم لما بيطلع من القضاء بيقول لك بامر الشعب، ده الشعب اللي انتوا بتهينوه. ده الشعب اللي انتوا بتهينوه. واي حريه يا سياده الرئيس لما انت تكبر الموظفين وتاخد البطايق بتاعتهم وتطلع مديرين الادارات يطلعوا الموظفين قدامهم ويقولوا لهم ان ما طلعتوش هتتفصلوا من الشغل. لازم تروحوا وتأيدوا السيسي وتاخدوا البطاقات بتاعت الناس تعملوا بيها توكيلات. وبعد كده بعد ما تعملوا التوكيلات اللي انتوا عايزينها للسيسي ترموا لهم البطايق على الارض الناس توطي عشان تاخد البطاقه. هل دي تصرفات انسانيه؟ هل دي تصرفات انسانيه؟ انا لسه هتكلم عن احمد طنطاوي بالتفصيل، لكن انا بتكلم عن تصرفات لا يصح انها تحصل مع احمد طنطاوي او غير احمد طنطاوي. بمعنى النهارده لما طلعت مجموعه من اعضاء وقيادات مستقبل وطن في الشرقيه وجم قصاد احمد طنطاوي واتكلموا معاه بصوره بذيئه، وفي منهم اللي خبطوا بكتف وفي منهم اللي حاول ينتهك كرامته جسديا، ايه ده؟ طبعا انتوا لو واحد اتضرب ولا حاجه كهيبه، لان الدوله تقوله ملهاش احترام او رئيس الدوله ليه هيبه وليس له احترام، انت عايز تسقط هيبه احمد طنطاوي. الراجل تماسك، يعني احمد طنطاوي تماسك، لكن تخيل انت يا سيسي في هذا الموقف وحوطوك مجموعه، لا ما تستغربش. انت ممكن حوطوك مجموعه ويعملوا فيك كده، تقبل ان ده يتعامل معاك؟ تقبل ان ده يتعامل معاك؟ انا ما اقبلش ان ده يتعامل معاك. لكن ده مش بعيد انه يحصل مع اي رئيس، ما حصل مع القذافي. تم انتهاك القذافي واتعمل فيه، ما انتوا عارفين اللي اتعمل فيه ايه. فمفروض انك انت لما تكون انت داخل انتخابات وفي مرشح رئاسي محتمل قصادك، من الشهامة بمكان انك تحافظ على كرامة هذا المرشح لهذا المنصب المهم ده. بالعكس، ده انت مفروض تحط له قيادات امنية تحميه، مش تبعت له قيادات من مستقبل وطن اللي هو صورة من الحزب الوطني. ما هما الأشكال هتلاقيها هي نفسها، اللي كانوا في الاتحاد الاشتراكي أيام جمال عبد الناصر هم نفسهم اللي بقوا الحزب الوطني، هم نفسهم بعد كده اللي بقوا أعضاء مستقبل وطن، وكلهم بصمجية في البرلمان، موافقة، عمرهم ما أخذوا رأي، عمرهم ما قدموا طلب إحاطة بقوة وبجراءة، عمرهم ما ناقشوا قضية، عمرهم ما كان لهم موقف وطني تجاه القضايا المعاصرة زي قضية سد النهضة أو زي قضية تيران وصنافير. اللي حصل مع أحمد طنطاوي في الانتخابات وعدم عمل لي توكيلات دي صبة في الجبين الديمقراطية، وده اللي بيخليني أنا أسأل. يعني الرئيس طبعا بكل سهولة إن الرئيس خلاص ياخد 25 توكيل من البرلمان، خلاص حصل بقى، خلاص بقى مرشح، انتهى الموضوع.
ليه الرئيس بيحاول يعمل توكيلات باسمه تاني ويقول لك اتعمل للرئيس 500 يعني نص مليون 500,000 توكيل؟ ليه؟ ليه؟ ما هو انت اخدت خلاص اخدت 25 عضو من برلمان خلاص. ما هو الخبص في القصه دي انك انت لما تخلي اغلبيه الناس تعمل ليهم تخليهم يعملوا اللي هو المحاضر ديت اللي هو التكليف او الترشيح، معنى كده بعد كده ما يقدروش يدوا لحد تاني، لانك طالما انت عملت توكيل لمرشح، الشخص اللي عمل توكيل لمرشح ما يقدرش يعمل تاني، انت بتقلص فرص عمل توكيلات لباقي المرشحين. يعني انت عايز تاخد ان شاء الله حتى تاخد كل التوكيلات عشان اللي عمل توكيل لشخص مش هيقدر يعمل لحد تاني. فالخسة والندالة انك انت بعد ما اخدت التوكيل بتحاول بطريقة اجبار الموظفين غصب عنهم انهم يطلعوا يعملوا توكيلات، او تاخد بطايقهم قصاد الكرتونة او قصاد الحفلة اللي انت بتعملها او قصاد المعاشات، وتمنع التوكيلات الاخر. طب دي ايه دي؟ ما ده تزوير، ما ده تزوير. انت بتعمله بتسرق توكيلات مفروض تروح لناس تانية وبتجبر. طب اذا كنت انت بتزور ده يعتبر تزوير، انك بتاخد ارادة الناس وتاخد بطايقهم بدون علمهم بدون ارادتهم وتعمل لهم التوكيلات وبعدين ترميها لهم في الارض، ما انت بتزور. فاذا كنت انت بتزور في التوكيلات، هل هذا مش ده يقول مبرر انك انت هتزور في الانتخابات نفسها؟ اذا كنت انت بتزور في التوكيلات اللي هي، ولا انت بتفكر بطريقه تانية؟ ما هو احنا قلنا الهدف من ان السيسي يعمل اكبر عدد من التوكيلات هدف اتنين: اولا يمنع فرص المرشحين الاخرين انهم يحصلوا على توكيلات، الحاجه الثانيه انه ممكن في لحظه معينه لما الدنيا تهنج معاه ويبعد ده وده وده يقول لك استفتاء وانا معايا توكيلات عدد كذا مليون، شكرا خلاص. الشعب قال نعم، والشعب عمره قال نعم، وطلع لك الشعب يقول لك مش نعم في الحفلات اللي انت اتعملت. حفلات رحت تعمل حفله في الشرقيه، ورحت تعمل حفله في مرسى مطروح والاسماعيليه، وكله طلع اللي كسر البنرات واللي لا ما طلعت الشعب قال لك لا، الشعب قال لك لا. طيب انا عايز يعني عايز اناقش حاجه بالنسبه للرئيس السيسي. الرئيس السيسي عايز يقول لنا ان انا هنجح غصب عنكم. يعني طالع في الفتره الاخيره اقول في الحكايه لما قال لك انا كنت بكلم في المستشارين القضاه، طبعا انا كنت واثق هو ما يقصدش ان هو يقصد يعني لو حد عمل كده يدمر مصر، بس عشان ربنا بيطلمس عليه بيخلي الكلام يجي على لسانه، لان هو نفس التصرفات ونفس الفكر. قال لك انا ممكن بمليار اهدم وطن، ازاي؟ ادفع 20 جنيه وباكيته وشريط ترامادول واديهم ل 100,000، لا مش حد 20، لا حد 100، حد 1000، لا طب انزلها اخليها 100، ماشي ينزل الشارع، هيبقى مليار جنيه، وبمليار جنيه اهدم وطن، بمليار جنيه اهدم وطن. طب هل ده تم؟ ده تم قبل كده. ما هو ده تم في جمعة الغضب، ما هو ده تم في البنزين اللي كان بيتاخد ويترمي في الصحراء، ما هو تم مع الناس اللي كانت بتضرب من فوق العمارات قناصة، ما هو ده تم مع الطرف الثالث. التصرفات دي انت بتفضح نفسك بيها، لان مين اللي يملك الباكتات؟ المهربين بتوعك هم اللي عندهم باكتات. مين هيدي 100,000 باكتات؟ مين عنده 100,000 باكتة؟ الإخوان عندهم 100,000 باكتة، طبعا باكتة بانجو. ومين عنده المالية العالية دي انه يدفع مليار؟ الإخوان هيدفع مليار. ما ده تصرفاتك انت. واهدم وطن، او عايز تقول اني بالمليار لو حد عمل كده تقع مصر. ليه تقع مصر؟ عشان انت لو شالوك يعني هتقع مصر. مصر ما وعدش غير على ايديك، ما عليك. مصر ما وعدش غير
على ايديك ما عليك، وريني انت اي نجاح حققته على المسار العسكري او السياسي. المسار العسكري، طب ما هو سد النهضه اتبنى، عملت ايه بعساكرك؟ عملت ايه بطيرانك؟ عملت ايه بغواصاتك؟ ولا حاجه. تيران وصنافير بايديك وديتها لاخوان لجيراننا. ايه تاني؟ انت ما استخدمتش قوتك غير ضد الشعب. انزل الشعب يبيت، انزل الشعب يبيت. كل قوتك العسكريه ما بتستخدمهاش غير ضد شعبك، ودلوقتي بتشغل البلطجيه تجاه الشعب، بتشغل البلطجيه تجاه الشعب. وبعدين انت جاي تقول انا مش بقدم نفسي ليكو. يا الله، انت بتستكبر على انك انت تقدم نفسك للشعب، ما اي حد بيقدم نفسه للشعب. وبعدين ما بتوعدش الشعب بحلول، يعني حتى لما بتترشح نفسك ما بتقولهمش هحل، لا ده انت بتقول احنا نجوع عشان مصر تتقدم، وبتدي مثال بماو تسي تونج بتاع الصين اللي تسبب طبعا غير عن غير قصد، يعني انت بتقولها بقصد دلوقتي انك هتجوع الشعب. لا، ماو تسي تونج لما حصل كده وتسبب في موت 25 مليون صيني بطريقه او باخرى، وبعد كده تقدمت الصين. لا، ما كانش ده سبب موت ال 25 او الجوع، كان السبب سبب تقدم الصين انها اشتغلت هارد. لكن ماو تسي تونج ما كانش يتوقع ان 25 مليون هيموتوا، لكن انت بتقول هنجوع. لا، وهناكل من جوعنا ونشرب من عطشنا. يا اختي كاميلا، هنشرب ايه من عطشنا دي؟ ان شاء الله هنشرب من كوزنا ولا هنشرب من عطشنا؟ ازاي هنشرب من عطشنا؟ اديني واحد عطش وصلحه ولا ايه يعني؟ ازاي يعني ناكل من جوعنا يعني؟ اروح للراجل في الريستورانت اقول له في المطعم اقول له اديني واحد جوع لو سمحت عشان انا جعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ناكل من جوعنا ونشرب من عطشنا القرف ده؟ ايه الالفاظ دي؟ ومن امتى في بلد بتتقدم واهلها جعانين؟ ازاي؟ الذات اللي بيقوم، اللي بيدي سعرات حراريه، اللي بيخلي الانسان يبني. انت بتضرب ترامادول قبل ما تعمل الحلقه ولا قبل ما تطلع الزفت الخطاب بتاعك ولا بتضرب ايه؟ ايه النوع اللي انت بتضربه ده بيخليك تقول الكلام ده؟ نجوع عشان مصر تتقدم، تمن التقدم والناس ما تاكلش وما تشربش، ده تمن التقدم. ده رقم واحد، الغذاء. الغذاء، الغذاء، لانه ما اكلش ياكل مش هيعرف يشتغل، هيموت. يبقى ازاي البلد هتتقدم؟ تقدم ازاي؟ بيقول لك في 2013 ال 10 جنيه كانت بتشتري 4 كيلو سكر وباكيت شاي وزجاجه زيت. نفس ال 10 جنيه النهارده يا دوب تجيب لك كوبايه شاي تشربها. فاكر الناس لما كانت بتعترض على الغلا ومرسي بيه مش عارف ايه، الانبوبه بقت ب 7 جنيه؟ دلوقتي الانبوبه بقت ب 70. بس ما حدش طبعا عارف احلى حاجه انك انت عندك اعلام معرض 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 ومعرض بيسبق. يعني ايه مثلا؟ يعني الاعلام زي مصطفى بكري وغير ونشأة الديه واحمد موسى والناس دي عارفينه. مصطفى بكري الزعيم بتاع المعرضين معروف، يعني ده اله التعريض عند القدماء المصريين. عارف اللي هيحصل؟ فيطلع يقول لك ايه؟ هيطلعوا يقولوا منعنا من احنا نعمل توكيلات، هيطلعوا يقولوا بي 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 بيخلوناش نجتمع، هيطلعوا يقولوا بيقولوا الحاجات اللي هم فعلا هيعملوها. بس الحمد لله في انترنت يا شويه أراجوزات دلوقتي شغالين مباشر بيصوروا الناس اللي راحه اللي ضربت البنات اللي ضربت هي وراحه تعمل توكيلات. بتأجر بلطجيه على الشعب يا سيسي. ما انا مش هقول غير يا سيسي، انا مش هخاطب الحكومه، ما هو الحكومه بتعتمر بامر السيسي وعلى هوى السيسي. انت بتأجر بلطجيه على الشعب، بتأجر بلطجيه على الشعب، وفاكر ان الامور دي هتستمر. ده انا صعب عليا موضوع التكافل وكرامه الناس اللي بياخدوا لهم 400 جنيه معاش، دول الغلابه. يعني طالعين يقول لك اخذوا مننا، قال لك
لازم تؤدوا السيسي وتعملوا توكيلات للسيسي، والا مش هتاخدوا التوكيل بعد كده. على فكرة هم دول كلهم اللي كانوا بيرقصوا لك في البداية في الفترة الأولى، بس الشعب فاق، الشعب فاق. طيب هل السيسي بيفكر يقلب الانتخابات الرئاسية لاستفتاء؟ ممكن جدا، ويقول لك خلاص الشعب قال نعم. الدكتاتور ممكن يعمل أي حاجة في أي وقت وتتوقع منه. نيجي بقى للذكاء والغباء في نفس الوقت. يعني هو عمل قانون منع التجمهر حتى في الانتخابات لأكثر من 10 أشخاص عشان يمنع المرشحين من انهم يتقابلوا مع الشعب ويتكلموا ويطرحوا برامجهم وتبقى لهم أرضية. لكن يشاء ربنا انه يغفلهم شوية، واول ما يحاولوا يستخدموا احتفالات 6 اكتوبر اللي السيسي ملوش اي علاقة بيها طبعا، انهم يحاولوا يستخدموا 6 اكتوبر للدعوة لانتخابات السيسي انها تتقلب عليه، والحفلات اللي عملها تظهر رفض الشعب ليه. عمل حفلات، الحق في حفلة لأحمد شيبة هنا، الحق في حفلة لعبد العظيم رمضان هنا، الحق في حفلة لفلان للفنانين هنا وهنا، الحق بس حفلة لاكتوبر بس انت وداخل خد صورة السيسي وهات بطاقتك. وسبحان الله في الحفلة موظفين الشهر العقاري موجودين بيعملوا التوكيلات. شفت الحلاوة؟ انت تروح تعمل توكيلات لأي مرشح احمد طنطاوي او غيره يقولك لا او السيستم واقع، لكن في الحفلة لا، ورا الموظف قاعد وبيعمل التوكيلات. لكن الشعب قال لا، طلع مغني يقول له كمل يا ريس، قالوا له لا، كمل يا ريس لا، كامل يا ريس لا، ده قال لهم تحيا مصر قالوا له لا. شوف لدرجة ايه، يعني تحيا مصر اللي احنا كلنا بنقولها، لكن عشان السيسي بيكررها 3 مرات وبقت اللي يقول تحيا مصر كأنه بيجيب سيرة السيسي وبيعيدها، قال تحيا مصر قالوا له لا. انت عايز ايه اكتر من كده؟ الاسماعيلية، مرسى مطروح، في شارع اسكندرية في مرسى مطروح بهدلوا الدنيا وكسروا البنرات، فإنها اتعملت حفلة محدش راحها. مأساة، مأساة اللي بيحصل ده، انك انت تحاول مع الناس غصبة عنها انها تخليها تديك توكيلاتها وتاخد منهم بطايقهم غصبة عنهم، ده شغل بلطجي، وبتأكدونا يوميا انكم بلطجية بلطجية. وللأسف أنا لا يمكن أأيد نظام بلطجي، اوعى تفكر إن أنا لا يمكن أأيد نظام بلطجي أو أحترم شخص بيؤيد نظام بلطجي. يعني أنا لما بلاقي واحد أيا كان بيأيد هذا البلطجي بيسقط من النظر على طول، على طول ده مغيب ضرب حاجة إزاي. نيجي بقى للانتخابات والمرشحين. عبد السند يا حمامه وعبد السند يا ماما، ده كومبارس زيه زي موسى مصطفى موسى، دور بس تشكيلي. وفي احمد طنطاوي، وفي الاستاذه جميله اسماعيل، وفي حد تاني برضو حشو. انا هقول لكم اللي بيتقال وهقول لكم انا وجهه نظري ايه والصح اللي يتعمل ايه. طبعا مبدئيا قبل ما اتكلم عن المرشحين، اي مخلوق خلقه ربنا على وش الارض قصاد السيسي الصوت يروح له هو، السيسي لا. اي مخلوق خلقه ربنا على وش الارض قصاد السيسي الصوت يروح له ايا كان هذا الشخص، السيسي لا. بعد اللي عمله في مصر وبعد اللي ما شفناه على المستوى الداخلي والمستوى الدولي والمستوى الحقوقي ومستوى مع الناس والتعامل مع الشعب، لا ما ينفعش نهائي، absolutely never never ever. طيب لما نيجي نتكلم على احمد طنطاوي، احمد طنطاوي عليه كلام كتير. اولا احمد طنطاوي اللي بيقول عليه اخوان، لا هو مش اخوان،
لون الاخوان كان هيبقى تبع حزب الحريه والعداله من زمان، لكن هو من زمان مش تبع الحريه والعداله. لكن هنمسك الافكار عشان في ناس يعني ايه هو ايه انتباهه ايه، والحكومه هتاخدكم لحته تانية، والحكومه هتطلع لكم الاعلام الحكومي هيطلع لكم حاجات معينه عشان تنفركم منه. انا مش معنى كده ان بقول لكم اديله، لا، بس بقول لكم اللي ليه واللي عليه. احمد طنطاوي يساري اساسا وناصري، وهو يعني اللي هو يعتبر رئيس حزب الكرامه. مواقف عارفينها من الاول، من ايام مجلس الشعب لما قال انا ما بحبش السيسي وانا حر انا ما بحبش السيسي. خلاص ماشي. لكن في الفتره الاخيره ابتدوا الناس يتكلوا على حاجات معينه هو قالها، ومن حق الناس انها تتكل. بس هو احمد طنطاوي حب يلعب على كل الاوتار وما يخسرش حد. حب ما يخسرش السعوديه، حب ما يخسرش الاخوان، حب ما يخسرش الازهر. حب يكون مع الكل، وقال اراءه في كذا موضوع بطريقه مختلفه. بمعنى لما جت كلام عن الختان، هو عنده 3 بنات. قبل تجريم القانون بنت ما طهرهاش من قبل ما يتجرم القانون، وحتى بعد ما اتجرم القانون ما طهرش بالتين التانيين. قال لك لكن افرض في حالات التهابات او تستدعي قص اجزاء، والجراح بيقول ان مفروض لدواعي مرضية ممكن نعديها. قال لك ابني الولد انا طهرته واعتبرت ان الجزء اللي اتقطع منه زي اللوز، هو ذكر كلمة زي اللوز بالنسبة للذكر وليس بالنسبة للأنثى. ما قالش شيلة الأعضاء الختان بالنسبة للإناث زي عملية اللوز، قال لك لا، طهارة الولد زي عملية اللوز ما بتأثرش قوي. ولو إن في فرق كبير قوي. لأن اللوز غدتين ليهم دور في الموسشرنج، يعني ترطيب الأكل والمساعدة على الهضم وكده يعني. وغدد لمفاوية بتفرز حاجات معينة وبتساعد في الجهاز المناعي. انها ترفع مناعه الانسان، دي الغدد الليمفاويه. لكن اللوز كغدد ليمفاويه هي جزء من مجموعات غدد ليمفاويه موجوده في الجسم، موجوده اللي هنا وموجودين تحت الباط وموجودين هنا تحت العين، في مجموعات كتيره قوي من الغدد الليمفاويه اسمها الليمف نودز في الجسم. ده كنوع من التوضيح يعني. يبقى هو الراجل لما ترجع له هو بناته الثلاثه ما طهرهمش، لكن هو بيقول حق الناس، بيقول انا ما اتكلمتش غير لما مجلس الشعب حب يغلظ العقوبه بتاعه الختان. يعني انا مش رافض العقوبه، لكن لما حبوا يغلظوها ويكبروها قوي انا اتكلمت. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه لما جم يكلموه عن تيران وصنافير قال انا احترم المعاهدات الدوليه. ما انت ما هو ما يقدرش يقول انا ضد تيران وصنافير، هيبعتوا له عمرو اديب يشتغل عليه في السعوديه، ركزوا معايا. فهو لو هاجم دلوقتي قرار تيران وصنافير، مع انه قبل كده انا واثق انه هاجم تيران وصنافير قبل كده، لكن دلوقتي ما يقدرش هو مترشح لهذا المنصب يقول لك انا لا هرجع تيران وصنافير. قال لك انا احترم المعاهدات الدوليه. جه عند الازهر قال لك رئيس الدوله ما يتدخلش في الخطاب الديني، ملوش دعوه بالخطاب الديني، عشان يضم الازهر تحت جناحه. الرابعه قال لك الاخوان دول فصيل من الوطن، مفروض ليهم يشاركوا في الحياه السياسيه. هو ما قالش يعملوا حزب، ما قالش ال 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 انهم من حقهم حزب باسم الاخوان المسلمين، قال لك لا يشاركوا في الحياه السياسيه. اما مشروعيه حزبه من عدمه مش انا اللي حددها، قال لك مش انا اللي حددها، يعني القضاء اللي حددها. اتخذ عنه طبعا حتى الشريعه اتكلم عليها، قال لك الشريعه الاسلاميه شريعه موافقه يستطاع العمل بها الى ما شاء الله. ما هو السياسه نكسه، انا اسف جدا يعني، انت عشان تسترضي ده وده وده وده، يعني عايز يجمع، هو مش عايز يخسر الاسلاميين. طيب في ناس نفرت من احمد طنطاوي بسبب هذا، من حقهم. اللي عنده تخوف ان احمد طنطاوي تكون خلفيته اسلاميه او ممكن يبقى اسلامي شديد او متشدد، من حقه براحته، دي حاجه ترجع له. عايز يدي مش عايز يدي، دي قصته هو، دي قصته هو. أنا حكاية أنا كوجيه رأيي إيه، ولو هدي صوتي هدي صوتي لمين، هخليها في الآخر. كمان في نقطة أحمد طنطاوي قالها برضو، عايز يعني زي ما اشترى ود الإسلاميين واشترى ود السعودية بالكلمة اللي قالها،
واشترى ود الازهر بالكلمه اللي قالها الخطاب الديني، قال لك انا ممكن اعين نائب عسكري كده، بيغازل وبيخاطب ود العسكر زي ما بقول كده. عندك تحفظات على طنطاوي مفيش اي مشكله عادي، اللي عايز يمشي مع طنطاوي يمشي، اللي عنده تحفظات على طنطاوي من حقه يبقى عنده تحفظات على طنطاوي. anyway ايا كان طنطاوي او اتجاهاته كده ولا كده ولا كده، لا الاعتداء عليه غلط، منعه من الترشح وعمل توكيلات غلط، من حقه يعمل التوكيلات ومن حق الشعب يديله او ما يديهوش. طيب نيجي قبل ما انا اقول انا هخلي حكايه انا رايي ايه وادي مين لو هدي واخرج من الورطه دي ازاي، هقول لكم في الاخر. نيجي للاقباط، هتدي مين يا حبيبي؟ هيطلع القبطي اللي في مصر جوه مصر يقول السيسي؟ طبعا هو ما يقدرش يقول غير كده لانه هيخاف من الحكومه. انا اعرف القبطي اللي جوه مصر لما يقول كده، لكن انت خلف الستاره انت وربنا، انت في الستاره. اي نعم هي هتنتخب هتتزور الانتخابات، لكن انت ورا الستاره، انت بينك وبين ربنا، ادي اللي بيملي عليه ضميرك. لكن لما يطلع لي واحد من الخارج قبطي ويقول انا حد السيسي، في اصل في حاجات اقتصاديه وفي ازمات واوا وفي اخطاء، ما ننكرش ان في اخطاء، بس انا برضه هديله عشان احسن الموجودين. لا، هو اسوء الموجودين، هو مش احسن الموجودين. ليه يا قبطي بقى؟ لان القبطي للاسف سواء انت في الخارج او في الداخل، يلي انت مقتنع انك تدي السيسي، انت عندك ذاكره السمكه، ذاكرة السمكة. لما نيجي نتعرف على السيسي والأقباط نقول مين؟ مين السيسي؟ السيسي هو ماسبيرو، لأنه كان في المجلس العسكري اللي نفذه ماسبيرو. السيسي هو بورسعيد، أستاذ بورسعيد اللي اتقتلت فيه الناس وكان فيه بلطجية، والبلطجية معروفين علاقتهم برئيس السيسي. برضو السيسي هو موقعة الجمل، وباعتراف محمد البلتاجي في فيديو قال لك ان قبل ما تدخل الجمال جال اللواء عبد الفتاح وقال يا ريت تمشوا عشان في ناس هتدخل وتضرب. قال له طب ازاي هنمشي؟ قال له لو مشيتوا من هنا هأممكم لغايه ما توصلوا. قال له اذا كنت انت تقدر تأمننا لغايه ما نوصل كان ممكن تأمننا احنا وفي الميدان. يبقى موقعة الجمل محمد محمود، موقعة محمد محمود. طيب انتوا يا مسيحيين مش مهم، مش مهم عندكم الجبل، ومش مهم عندكم محمد محمود ولا استاذ بورسعيد. طب ماسبيرو ال 22 اتدكوا تحت عربيات ومدرعات الجيش، والرئيس السيسي بنفسه كان ساعتها بيدور، بيخش في ماسبيرو وغيره بمبنى ماسبيرو يدور على الاقباط. طيب نسيتوا مقتل الانبا بيفانيوس اللي الرئيس السيسي ليه دور فيه؟ ده قتلوا الانبا بيفانيوس ولبسوها الاثنين رهبان، ومنهم الراهب اشعيا اعدم وهو بريء، وانا عملت فيديوهات عليه للصبح ان هو بريء. والانبا بيفانيو والراهب الثاني فلتاوس افتكر مسجون، وهو الراجل عنده السكر، انا بسميه الشهيد الحي. والراهب زينون الشاهد الوحيد على البراءه يسموه، هو في جوه ده المحرم. رئيس السيسي هو تفجير الكنائس اللي حصلت، الكام كنيسه اللي اتفجروا. الرئيس السيسي هو خطف القبطيات اللي بتتم يوميا لغايه النهارده، سيبك من اللي بيجي جزء ضئيل واللي بيروح كتير. فين الدكتوره سالي؟ اسالوا عليها رئيس السيسي، هل هي عايشه ولا دخلت في مستشفيات تجارة الأعضاء بتاعت الرئيس السيسي؟ ما في مستشفيات تجارة أعضاء موجودة في مصر. يبقى ده أقباط يا بتوع ذاكرة السمكة، هو السيسي، ماسبيرو، تفجير الكنائس، مقتل الأنبا بيفانيوس، خطف البنات، مقتل أوريجيني، وتلبس القضية لخمسة مسلمين أبرياء. غريبة. أنا دايما يعني أنا للأسف الشديد يعني
لما بلاقي واحد قبط في المهجر بالذات، طبعا من جوه المعرضين كتير جوه مصر يعني، اللي خايف على نفسه، اللي ماسك وظيفه، اللي عايز يستمر في وظيفته، اللي عايز يترقى، دي قصه دي. لكن بره اكتشف اني في الخارج النظام المصري ما استخدمش الاقباط غير في اقصر المناصب. فاكرين الواد بيتر اللي اكتشفوه ان جاسوس في امريكا لصالح المخابرات المصريه، والفيديو بتاعه موجود على قناتي، بيتر مسيحي. المجموعه بتوع طياره زامبيا كانوا 7 منهم 3 أو 4 مسيحيين في التهريب. يبقى هناك جاسوس على اخواته على الاقباط وعلى الناس كلها، جاسوس في امريكا، والتاني المجموعه في التهريب. وائل حنا الاخير اللي اكتشفوا ان ادى السيناتور بوب مندنس رشوه كبيره. السيناتور بوب مندنس ده رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشيوخ الامريكي. وائل حنا ده اللي بيورد لحوم حلال هنا لمصر، ممسكين واجهه توريد لحوم حلال. مصر مدياله ان هو يرشي السيناتور بيب مندنس اللي هو رئيس في لجنه العلاقات الخارجيه بالشيوخ الامريكي، عشان يجيب لهم الاخبار ويجيب لهم الاسئله اللي هيتسالوا فيها لما يكون في اجتماعات حقوق انسان. يعني عباس كامل، ايه الاسئله اللي هتتوجه له لما يروح الكونجرس الامريكي؟ يروح جايبها لهم. اكتشفوا ان عنده 100,000 دولار ذهب، واكتشفوا ان عنده كمان حوالي 450 مليون دولار، واخدهم كلها رشاوي. يبقى النظام المصري لما بيشغل الاقباط، يا بيشغلهم جواسيس، يا بيشغلهم في التهريب، يا بيشغلهم في الرشاوي، يا بيشغلهم بلطجية. اي مهانة يعني، هل شفنا ضابط محترم من الضباط اللي دخلوا كلية شرطة في المخابرات او في امن الدولة او في وزارة الخارجية او قنصل او سفير؟ مفيش. المهانة انه بيستغلك في اوسخ الوظائف وانت موافق. وبعد ده كله، وبعد ما ان في بنات مخطوفه ولسه ما رجعتش منهم دكاتره، لا ده في اقباط عايزين يقولوا يروحوا يدوا السيسي، لا عشان خايفين، عشان خايفين من اي حد تاني، مع ان اي حد تاني ايا كان مش هيكون في خطوره هذا الرجل، مش هيكون ابدا في خطوره هذا الرجل اطلاقا اطلاقا. طيب نزول في الانتخابات ولا نتقاطع؟ لا، هم مش لازم تنزل الانتخابات، مفيش حاجه اسمها ما تنزلش، لازم تنزل. بس انا عايزك تعمل الاتي لما تنزل، يعني ما تخافش، هي خالصه، هي اصلا هتخلص، هتخلص يعني. انت انزل وقول انك انت اديت لفلان او فلتكان، وامسك صورته كمان ما يهمكش، عشان تبين ان في شعبيه للناس دي. ما تقلقش، الموضوع هتخلص قريب، ما تقلقش. لكن ما لان ما انت ما تضمنش ايه يحصل في الفتره اللي جايه، ممكن تيجي، واللي احنا بنطالب بيه دي مراقبه دوليه على الانتخابات، يبقى ده خير كويس قوي. طيب عندنا احمد طنطاوي، وعندنا جميل اسماعيل، وعندنا حجازي، وعندنا جمال مبارك، وعندنا السيسي مثلا. لو طلع جمال مبارك، ولو ان قطعوا السكه على جمال مبارك، بس افرض حصلت حاجه، افرض طلع محمود حجازي، افرض افرض افرض، هتدوا مين؟ انا عايز اقول اي حد غير الراجل ده ادوله، اي حد غير الراجل ده ادوله. انا عايز ادي مين وليه في الاخر. نيجي بقى، عندي صديق حبيب اسمه، انا طبعا قدمت له قبل كده مقالات عندكم واتكلمت عنه قبل كده، اديت له النيك نيم مصباح المصري، هو في مصر عايش، مسلم. معتدل، بيحب مصر، اسمه طبعا مش مصباح المصري، انا اللي اديته الاسم ده، لغايه ما تفوق الغمه عن مصر اقول على اسمه الحقيقي. قبل كده نزلت له كذا مقال باسم مصباح المصري، وده برضو المقال ده انا هنزله له باسمه. مصباح المصري بقى كاتب ايه؟ الى جميع المصريين انتبهوا، الامر اصبح خطير جدا ان لم نتحد جميعا لازاحه عبد الفتاح السيسي. سنبات جميعا إن لم نزاح، لم نتحد جميعا لإزاحة عبد الفتاح السيسي، سنبات جميعا.
لأن المرحلة القادمة في حكم السيسي هي مرحلة الإبادة الكاملة، والتي سيكون شكلها أغرب من أفلام الخيال العلمي في هوليود. سوف يشاهد العالم ويتفرج ويتسلى بأغرب إبادة في التاريخ من خلال التلفاز والإنترنت. سوف تمتلئ الشوارع بجثث المصريين جميعا، مسيحيين ومسلمين، ولن يدفن أحد، وستصبح جثث المصريين عبئا ثقيلا على العالم لأنها لم تدفن وسوف تتعفن، حتى يصل الحال أن تكون جثث المصريين هي المنبع الأكبر لتلوث البيئة في العالم. طبعا كثير مما سيسمعه هذا الكلام سيندهشوا أو يتهموني بالمبالغة، ولكن هذا ما سيحدث لو نجح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الجارية، علما بأن هذا الأمر ليس ذكاء خارق مني ولا قراءة للمستقبل، بل إنه مجرد قراءة للماضي والحاضر. تصريحات السيسي هذه الأيام هي التي تؤكد ما أقوله بالحرف. تصريحات السيسي هذه الأيام تتخطى جميع المصطلحات، تتخطى مصطلح الديكتاتورية أو الفاشية أو الاستبداد أو حتى الجنون. عبد الفتاح السيسي بيستشهد بديكتاتور صيني عمل مجاعة قتل فيها 25 مليون إنسان، ويقول السيسي إن هذه المجاعة هي سبب نهضة الصين، وأن المواطن الصيني شارك وتعاون في المجاعة عشان يبني بلده. وطبعا هذا الكلام يدل صراحة على أن السيسي ناوي يطبق نموذج الديكتاتور الصيني. وأنا أريد أن أتحدث في نقطة هامة جدا عن الديكتاتور الصيني الذي ينبهر به عبد الفتاح السيسي، وهو يتحدث عن ماو تسي تونغ. كان رئيس الصين وأراد أن يجعل نهضة صناعية في الصين حتى تصبح دولة عظمى، واتخذ إجراءات مليئة بالجرائم لكي يصل لهدفه. وأنا بقول مليئة بالجرائم لأن من يفعل نهضة صناعية على حساب إبادة عشرات الملايين من البشر فهذا الشخص مجرم بكل المقاييس، لأن الإنسان أهم من الحجر، الإنسان أهم من المصنع، والمفترض أن الدنيا كلها تسخر لخدمة الإنسان ومتاعه، ومفيش حاجة اسمها جيل يضحي علشان ينفع الأجيال القادمة، مفيش حاجة اسمها نقتل فلان أو نمنع الأكل عن فلان عشان خاطر نبني دولة. هذا يعني أن دكتاتور الصين الذي ينبهر به السيسي هو مجرم وليس مصلح. ولكن المهم في هذه النقطة، وأرجو من الجميع التركيز الشديد فيها، بأن هذا الدكتاتور الصيني لم يطلع على شعبه مقدما، أي لم يعلن على شعبه مبكرا أنه يريد بناء دولة عظمى سيموت فيها عشرات الملايين من الصينيين، وأكيد لم يكن يرغب في عمل هذه المجاعة. وفي المقابل هذا الدكتاتور الصيني عمل دولة عظمى. وهنا بوجه مجموعة من الأسئلة لعبد الفتاح السيسي. هو قال جمل تعبير قبل عبد الفتاح السيسي، قال لك المجرم يعني، أولا أنت مين عشان تحكم بالإعدام مقدما على عشرات الملايين من المصريين بحجة بناء دولة؟ ثانيا لو سلمنا جدلا أن الدكتاتور الصيني ماو كان شخص كويس، هل أنت يا سيسي بتمهد لدولة عظمى مثل الصين؟ وهل الدكتاتور ماو تسي تونغ قتل 25 مليون عشان يعمل كوبري في الصحراء وينتج مسلسلات؟ وبعدين من أعطاك الحق بأنك تخاطب 120 مليون مصري بهذا الأسلوب الحقير؟ أنت بتخاطب المصريين وكأنهم عالة عليك أو شغالين في عزبة أمك. ونأتي لموضوع الانتخابات. أنا مختلف تماما مع كل الأشخاص التي تنادي بمقاطعة الانتخابات، مع احترامي للجميع، ولكن المقاطعة في هذه الانتخابات بالتحديد غلط كبير. كذلك أنا مختلف تماما مع من يقول بأن السيسي عايز الشعب ينزل علشان ياخد اللقطة. هذا الرأي خطأ تماما، السيسي مش عايز أي حد ينزل المرة دي. فعلا صحيح الانتخابات السابقة السيسي كان عايز الناس تنزل عشان اللقطة، إنما المرة دي الحال مختلف 360 درجة، وفي ضغوط دولية وغضب شعبي عارم. يعني من الآخر النزول بشراسة في هذه الانتخابات هو الحل الوحيد والبديل للثورة. وطبعا بلا أدنى شك السيسي ونظامه بيحضروا لتزوير الانتخابات تحت أي شكل، ولكن نزول الناس بكثرة شديدة هذه المرة وانتخاب أحمد الطنطاوي على سبيل المثال هيجبر السيسي والجيش والدول العظمى التي تدعمه على التغيير. وبالمناسبة السيسي لا يحتاج نزول الناس بغرض اللقطة، لأن في كل الانتخابات السابقة التي حدثت في حكم السيسي
لم يشارك فيها المصريين، ومع ذلك صنع اللقطة على أكمل وجه من خلال حشد الإعلام بالكامل وحشد أوتوبيسات بأعداد ضخمة لنقل الموظفين عن طريق الترهيب بالفصل أو بخصم المرتبات إن لم يذهبوا إلى لجان الانتخاب مع توزيع شوية كراتين زيت ودقيق. يعني من الآخر صناعة اللقطة أمر سهل جدا بالنسبة للسيسي. ورغم أن رؤيتي في هذه الانتخابات هي نزول الناس، ولكني لا أذكر أن السيسي ونظامه سيقوم بتزوير الانتخابات، ولا أنكر أنها مسرحية، ولكن رأيي أن نقلب المسرحية جد. لازم نسقط هذا النظام بكل الطرق، وأكرر وأؤكد بأن السيسي لا يرغب أبدا هذه المرة في نزول الناس، وأكبر دليل على ذلك هو ما يحدث اتجاه أحمد الطنطاوي. فمن الواضح أن السيسي أدرك أن المسرحية هتقلب جد، فبيحاول بأقصى جهده منع أحمد الطنطاوي من جمع التوكيلات نظرا لأنه سيكون مرشح حقيقي. وفي حالة استبعاد أحمد الطنطاوي من السباق الرئاسي فهذا يعني أننا سنشاهد كومبارس حقير كما حدث في الانتخابات السابقة. ولو حدث ذلك فطبيعي الجميع هيقاطع الانتخابات، ومش هيكون في أي أمل لإسقاط السيسي عن طريق الانتخابات، والحل الوحيد سيكون في الثورة. ولكن لو وصل اسم أحمد طنطاوي إلى لجنة الانتخابات فعلى المصريين النزول بشراسة لانتخاب أحمد الطنطاوي، وفي كل حتة يقولوا إحنا انتخبنا أحمد الطنطاوي، يقولوا في القهاوي والشوارع وعلى صفحاتهم في السوشيال ميديا، حتى يعجز السيسي عن تزوير الانتخابات بأي شكل. علما بأن أحمد الطنطاوي ليس أفضل ما أنجبت مصر، ولكن القشة الوحيدة التي هنمسك فيها إزاحة المجنون المجرم عبد الفتاح السيسي الذي وعدنا بعمل مجاحة في ظل عمل انتخابات. وهذا أمر غريب جدا أن يطرح مثل هذه التصريحات وهو مرشح، لأن المتعارف عليه في الدنيا كلها أن أي مرشح بيوعد الناس بالخير والأمل والإزدهار حتى لو خالف كل كلامه فيما بعد، إنما حتى لو خالف كل كلامه فيما بعد، إنما شخص بيوعد الناس بمجاعة كبرى مقدما وهو مرشح، ده أمر مش طبيعي. وأنا أرى أن سبب هذه التصريحات غريبة الأطوار من عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت تدل عن أن عنده ثقة كبيرة جدا أنه هيكمل ومش ماشي، وتدل هذه التصريحات القبيحة على السرعة والاستمرار في عمل مجاعات كبرى ضد المصريين، بحيث بعد الانتخابات يأتي وبكل ثقة ويقول أنا وعدتكم أني هجوعكم وهقتلكم وأنتوا رضيتوا وانتخبتوني على كده. وبعد حدوث المجاعة مفيش حد هينجى من الشعب المصري غير شوية اللصوص الموجودين داخل الجيش والقضاء والشرطة اللي مهربين مليارات الدولة كلها بأسمائهم وأسامي أبنائهم. وعند حدوث أي كارثة في مصر خلال ساعات تعد على صبع اليد هيكون راكبين الطائرات الخاصة وهيكملوا حياتهم وحياة أبنائهم وأحفادهم في أجمل حياة في أوروبا وأمريكا بالمليارات اللي سارقينها من الدولة، والباقي كله هيتم سحقه. هذا هو السيناريو الذي سيحدث لو نجح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الجارية. ولذلك لازم نسقط عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. والمناسبة أنا لما بقول إن السيسي لا يرغب بنزول الناس فأنا بقصد الناس اللي هتنزل يوم الانتخابات، ولا أقصد شوية الصيع اللي بايعين وطنهم بكرتونة أو وجبة أكل. فأرجو التركيز جيدا في هذه النقطة لأنها غاية في الأهمية. عبد الفتاح السيسي بالفعل سيقوم بتنزيل ناس كتير، ولكن هينزلهم لعمل توكيلات أو عمل مسيرات مؤيدة له، هم دول اللي السيسي هينزلهم وهيدفع مليارات لحشدهم. أما الناس اللي السيسي خايف من نزولهم في هذه الانتخابات هم الفئة العامة والتي تمثل أكثر من 95% من الشعب المصري، وهؤلاء ليسوا من موظفين الحكومة ولا من البلطجية اللي بتأجرهم الدولة. أتمنى أن أكون وضعت موضوع نزول الناس ومين اللي السيسي عايز ينزلهم ومين اللي السيسي مرعوب من نزولهم باختصار. عبد الفتاح السيسي هيجمع أوتوبيسات بأعداد ضخمة لنقل وتوصيل الناس اللي هتنفذ أوامره. وأكرر بأن المجرم عبد الفتاح السيسي سيقوم بعمل إبادة جماعية للمصريين مسيحيين ومسلمين، وهذه الإبادة مش هتختصر على تجويع الشعب، بل الأمر سيكون أخطر بكثير مما يتخيله البعض. وأخطر شيء صرح به المجنون هو موضوع توزيع 20 جنيه وشريط ترامادول على 100,000 بلطجي، وهذا تهديد واضح ل 120 مليون مصري بقتلهم وذبحهم عن طريق شوية بلطجية سيتم تأجيرهم بشكل مباشر منه.
هل تظنوا يا مصريين انكم هتقدروا تعيشوا مع هذا النظام بعد الآن؟ وهل تظنوا انكم هتقدروا تهربوا من الموت العاجل في ظل وجود هذا النظام؟ نجاح عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات سيقضي على المصريين، واول ناس هيتم التنكيل بهم اصحاب الكرتونه والوجبه. انا هنا طرحت مقال مصباح المصري ورؤيته، هو عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ انا بقول لكم وبقول لحبايبي، هتستغربوا اول ما اقول الكلام ده، بس مش هتستغربوا لما اقول لكم المبررات ايه. انا بدعوكم اللي عايز ينتخب احمد طنطا وينتخب احمد طنطا، مفيش اي مشكله، لكن الجزء المتشكك ينتخب مين اللي انا هنتخبها. جميله اسماعيل، السيده جميله اسماعيل، الله يا دكتور، تنتخب واحده ست تبقى رئيسه مصر؟ انتخب جميله اسماعيل رئيسه مصر، وهقول ليه. بس قبل ما اقول اسباب ليه، يعني احنا اللي نعرفه عن جميلة اسماعيل طبعا خريجة اعلام، وعارفين كلية الاعلام دي كلية مرحلة اولى، يعني بتقبل ما فوق 80% في الثانوية العامة، يعني مش حاصلة على 50% ولا 45% سنة عامة، لا دي خريجة اعلام وكانت مذيعة، وليها يعني ليها نشاط من سنة 94، يعني كان ليها في وسط البلد وفي الدرب الاحمر والجمالية وباب الشعرية، اشتغلت في العمل العام في المنطقة دي وفي الظاهر ومنشيط ناصر، وسنة 2001 دخلت انتخابات مجلس الشورى عن دائرة وسط القاهرة، وسنة 2003 شاركت في تأسيس حزب الوفد، وفي 2004 أصبحت عضوة باللجنة العليا لحزب الوفد. من 2004 و2010 شاركت في حملات الإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، وشاركت في تأسيس العديد من الحركات السياسية الرافضة لمشروع التعدد والتوريث، شاركت في حركة كفاية وحركة مصريات مع التغيير وحركات مدنية، وكانت عضو فعلا في الجمعية الوطنية. في 2010 خاضت انتخابات مجلس الشعب، في 2011 شاركت في ثورة 25 يناير، في 2012 شاركت في انتخابات مجلس الشعب كمرشح مستقل على المقعد الفردي بدائرة قصر النيل أمام مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح الكتلة المصرية، وحصلت على قرابة 30,000 صوت. في 2012 أصبحت عضو بلجنة المئة بحزب الدستور ولجنة تسيير الأعمال، وتولت بعدها أمانة التنظيم بالحزب. في فبراير 2013 ترشحت على منصب رئيس حزب الدستور اللي هي حاليا رئيسته. وطبعا جميلة اسماعيل معروف ان هي من الناس على المستويات الحقوقية، لها متابعين وليها نشطاء وليها نشاط. في اغسطس 2015 اطلقت جميلة اسماعيل مباشرة يعني مبادرة لاقت تأييد، ان هي طالبت برفع اجور الاطباء ومساواتهم بوكلاء النيابة. قالت ازاي الطبيب يقبض اقل من وكيل النيابة؟ لازم ترتفع اجور الاطباء وتبقى زي وكلاء النيابة. في 2015 رجعت وكونت برنامج إذاعي جديد، برنامج تلفزيوني جديد. طبعا أخذت جوائز وترشيحات، ومجلة النزويك اختارتها سنة 2011 من ضمن 150 امرأة هزوا العالم، يعني أكثر من 150 امرأة هزوا العالم، كانت منهم جميلة اسماعيل. وذكرت المجلة بتاعت نيوزويك ان جميلة اسماعيل خاضت معركة الانتخابات البرلمانية وسط عملية التزوير وشراء الأصوات، بجانب أنها إعلامية وناشطة واجهت نظام مبارك الدكتاتوري بكل قوة وتعرضت للتنكيل. سنة 2012 اختيرت جميلة اسماعيل من أهم أربع نساء مؤثرات في الربيع العربي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية. في سنة 2015 فازت بأعلى الأصوات في استطلاع الرأي على موقع CNN، وحصلت على لقب المرأة العربية الأكثر تأثيرا على الصعيد السياسي، وكانت من بين المرشحات الملكة رانيا
والشيخة موزة. طيب أنا بقول ليه حدي جميلة إسماعيل، وليه بقول لكم يا ريت يبقى في مشاركات جامدة ونشارك بقوة وندي جميلة إسماعيل. أولا لما هتدي جميلة إسماعيل هيحصل الآتي: الاستعلاء العسكري اللي بيرفض يضرب التحية لرئيس مدني ذكر هيضرب غصب عنه التحية العسكرية لرئيسة مدنية أنثى، يبقى التعالي العسكري ده هينزل. دي أول نقطة، يبقى احنا ضربنا الاستعلاء العسكري، فتبقى واحدة ست مدنية يضرب لها تعظيم سلام، بعد كده يضرب لرئيس مدني تعظيم سلام، مفيش أي مشكلة. دي الحاجة الأولى. تاني حاجة إن هتدافع عن حقوق المرأة، حقوق المرأة المسلوبة، واحنا عارفين مين اللي بيسلب حقوق المرأة وإيه هي القوانين اللي بتسلب حقوق المرأة. لو وقفت جميلة إسماعيل قدام القوانين اللي بتسلب حقوق المرأة، أعتقد إنها هتقدر توصل إنها تساوي بين جميع الناس. جميلة إسماعيل معروف عنها إن هي مدنية الهوى ومدنية البرنامج، برنامجها مدني، هتبقى تؤدي إلى الدولة المدنية. لما واحدة ست تمسك رئاسة مصر هتبقى مظهر حضاري مشرف قدام العالم، هيقولك الله مصر بقت رئاستها واحدة ست، مظهر حضاري، لأن احنا كان عندنا قبل كده كليوباترا وحتشبسوت، فهيرجع المظهر الحضاري لمصر. كمان ده هيدي تعاطف دولي ان مصر دلوقتي ماسكاه واحدة ست بتمارس مواثيق حقوق الإنسان. هذا التعاطف ممكن يؤدي إلى إسقاط الديون عن مصر، يبقى كده مشاكل الديون كلها هتنتهي. غير كده بقى، جميلة إسماعيل كسيدة تمسك رئاسة الجمهورية هيبقى صعب الانقلاب عليها من الجيش، يعني لو أي مدني مسك ممكن يتلككوا له القيادات في الجيش وينقلبوا عليه. في حالة ما تمسك واحدة زي جميلة إسماعيل رئاسة مصر، المجتمع الدولي هيكون معاها، أمريكا هيكون معاها، الاتحاد السوفيتي هيكون معاها، البرلمان الأوروبي هيكون معاها، الأمم المتحدة هيكون معاها، لأنها واحدة ست، ومش هيسمحوا أن يتداس لها على طرف. إذا سابت الحكم هتسيبه عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة وليس عن طريق انقلاب. عشان كده أنا بجد انكم اللي عايز يدي احمد طنطاوي يدي، لكن انا عايز في الاخر تصب برضو اصوات لجميلة اسماعيل. الاختيار في النهاية لو كان بين السيسي واحمد طنطاوي لا ياخد احمد طنطاوي. في النهاية لو كان بين اتنين، الاختيار النهائي بين السيسي واحمد طنطاوي لا احمد طنطاوي، لا بين السيسي وجميلة اسماعيل تبقى جميلة اسماعيل. وان شاء الله اتمنى يا رب اليوم اللي بس مصر هتفوق فيه يوم ما سيدة تتولى رئاسة الجمهورية في مصر. وبعدين تعالوا كده تأملوا في العالم كله، العالم كله شوفوا البلاد اللي مسكها رئاستها ستات، هتلاقوها بلاد متقدمة، مع ان اللي مسكها ست لكن اتقدمت، اللي يقول لك ست بمليون راجل اتقدمت. شوفوا، روحوا شوفوا كرواتيا واكثر من بلد تانية، الستات لما بيمسكوا منصب. غير كده بقى ما يبقاش نقصة عقل ودين ولا قوامون، لا احنا عايزين ست. عشان كده انا بأناشد الليبراليين المسلمين اعطاء الصوت لجميلة اسماعيل، بناشد المسيحيين جوه مصر وبره مصر استرجلوا شوية، استرجلوا شوية، جميلة اسماعيل، جميلة إسماعيل، لو متتخوفين من أي حاجة، جميلة إسماعيل تتوفر فيها كل الشروط إنها تمسك البلد دي، ويكون معاها مؤازرة دولية وكمان مؤازرة اقتصادية، وما عنديش شك أبدا إنها لو تولت هذه الرئاسة لهذا البلد سيتم إسقاط الديون عن مصر. بس تقفوا معاها وقفة راجل. أتمنى لجميلة إسماعيل
كل نجاح وكل تقدم يا رب. طبعا انا اتكلمت كتير، لكن انا وعدتكم ان النهاردة حوار ليكم انتوا وعلى اليوتيوب، وان انا الاسئلة بتاعتكم هشوفها كلها وهجاوبها. ناخدها من فوق لتحت. صابر خان بيقول لي مين البديل. طيب اهو انا قلت البديل، انا عن نفسي حدي جميلة اسماعيل، وبقول يا رب تفوز جميلة اسماعيل. طبعا في وجود عقليات متخلفة، وهندي واحدة ست، وهندي واحدة ست، بس لو فهمتوا ابو عقلية ده ان الست دي ممكن تقوم بمصر وتتسبب في نهضة مصر، ممكن الكفة تبقى الكفة راجحة ليها. أحمد السادات بيقول لي براحتك ومع اقعد بقى براحتك ومع نفسك. حبيبي أنا مع نفسي، شكرا. الأستاذ أحمد السادات تاني بيقول لي طريقة عمل المهلبية. لا، طالما دخلت في المهلبية خش بيها على جوه حبيبي على المطبخ واشتغل براحتك، عشان دي يعني قعدات قعدات مهمة، خليك في المهلبية يا حبيبي. استاذ عاطف وهيب بيقول لي مساء الخير يا دكتور، حارمني ليه، منور اليوتيوب والدنيا كلها يا دكتور. اشكرك يا استاذ عاطف وهيب، اشكرك. استاذ ارمانيوس بيقول لي هل ترى ان حريق الاسماعيليه وبعده حريق السيده زينب بفعل فاعل؟ طبعا ده معلش يعني مفيش حريق بيبقى بالشكل ده، يعني حريق الاسماعيليه لو شفت المبنى، اوضه في الدور الاخير من ناحيه اليمين خالص، وقدره في الدور الاسفل من ناحيه الشمال خالص، وهنا ثلاثه، لو هي في مكان واحد مفروض تنتشر من مكان يمين شمال يمين شمال، وبعدين لا ده هنا هنا هنا، وبعدين نشبت في كله، ده يدل على انها توزيعه ومدبره. ما هو الترامادول شغال بقى، الترامادول شغال. الاستاذه مريم لبيب بتقول لي تحياتي لشخصكم الكريم يا دكتور وجيه، دايما منورنا. اشكرك يا استاذه مريم، وشكرا لتواجدك ومتابعتك الدائمه، شكرا ليكي. بابا كيرلس بيقول لي احنا كرهنا تقريبا معظم الاكل. ماشي يا عم. الاستاذه وجدي وجيه بيقول لي تحياتي لحضرتك، اهلا بيك اهلا بيك. استاذ عاطف وهيب بيقول لي جرجس برومي، جرجس برومي اهو، يعني جرجس برومي بريء، وتقرير الطب الشرعي بيقول انه ما يعملش الجريمه دي، والجريمه لابسها والكل عارف انه بريء، وخلصت الفتره بتاعته ولم يتم افراجك عنه. قول للاقباط، قول للاقباط، لان انت عندك كمان المستشار هشام هيكل اللي لما رفع شكوى ازاي يتعدوا القبطيه في ترقيات النيابه الاداريه فصلوا الراجل، مسلم عشان دافع عن المسيحيه فصلوه من العمل بتاعه، وتقول له بعد كده يقول لي هندي السيسي. البابا كرولس بيقول لي الزمن ده رديء يكشف الوجوه والنفوس القديمة، قناع الحملان سقط وظهرت التعالب الخبيثة السعرانة. متفق معاك متفق معاك. الأستاذ مختار شرقاوي حاطط هاشتاج الحرية المعتقلين، الحرية لهيثم خليفة. معاك يا أستاذ مختار، ليهم كلهم، حسين محمد حسين وهيثم خليفة كلهم. أستاذة مريم نبي بتقول لي كل إنسان محترم يا دكتور وجيه يقول كلمة حق بيتم حبسه، هذا أسوأ عصر على الإطلاق. ده اللي أنا بقوله، أسوأ من عصر صلاح نصر، العصر اللي احنا عايشين فيه ده. أستاذة مريم بتقول الرشاوي الأنتخ. طيب بابا كرولس بيقول إذا كنت دلوقتي العائلات بقت وحوش أكتر من بلطجية، هو الزمن ده كده، العائلات بقت وحوش. طيب ماشي يا عم. أرمانيوس دي بيقول يعني إيه تدمير بالترامادول؟ لا هو الترامادول يعني يعني الناس بيقول لك على قدهم أديهم ترامادول يعملوا دماغ، في ناس تحب تعمل دماغ، وسيلة للترغيب، وده يدل لك على ان مين اللي هيشتغلوا، ال100 ألف دول مين؟ هيبقوا بيئة،
طالما شغالين بالترامادور وبالباكتات بتاعت البانجو، يبقى هيجيب عالم بيئه اللي هم البلطجيه. ومين اللي بيشغل العالم بيئه والبلطجيه غير الامن والداخليه والنظام؟ استاذ فادي يوسف بيقول لي شكوكو بازازه والسيسي ببطاقه. ماشي، شكوكو بازازه والسيسي ببطاقه، يعني ماشي. معرفش، يمكن شكوكو ده كان على الازايز زمان ولا حاجه. يمكن استاذ جرج سيسي بيقول الدكتور وجي اسف، تمثيليات بينهم وبين بعض، ممكن جدا. ارمانيوس بيقول لي ممكن، بقول له ممكن. مريم ليبي بتقول لي رشاوى الانتخابيه يا دكتور دليل على خوف السيسي ورجاله، متفق معاك في دي. خوف طبعا، خوف، وعايز يشتري ذمه الناس باكله. اخلاص جورج بتقول لي مساء الخير دكتور وجي، ربنا معاك. يجب علينا المعارضة في كل ما يليق، ده اللي بنعمله يا أستاذة إخلاص، شكرا لحضرتك. أستاذ أرمانيس بيقول نبيل النقيب ربما قالوا له أن يعلن إيمانه المسيحي، ما عنديش فكرة ومش هدخل في الصدور. مش هدخل في الصدور. الأستاذ وجدي وجيه بيقول الإسلام يا محترم هذا ليس مجال للبس. في واحد اسمه اسلام بيحط حاجات كده غريبه، بوستات غير مقروءه، فالاستاذ وجدي بيقول له ده مش مجاله، يعني ما تحطش الكلام اللي انت بتحطه ده. بيحط حاجات وكده يعني بيعطل او بيغلوش، ما فيش مشاكل. استاذ فادي يوسف بيقول للاسف توكيل بوجبه غذائيه، يرحمنا ربنا يا استاذ فادي. استاذه مريم بتقول البرلمان المصري سينبطح وليس له اي سلطه في عصر السيسي والحكومه كذلك. منورين استاذ علي ريد بيقول لي منورين كل المتابعين، شكرا يا استاذ علي. فادي يوسف بيقول لي كلمه بكلمه سليمه لمروج المخدرات، ما هي الحكومه اللي بتروج المخدرات وهي المسؤوله عنها. الاستاذ فادي يوسف بيقول لي حاليا بلطجيه اخنوخ رسمي لمنع الشعب من الاحتجاج والنزول بكلاب مسعوره للتخويف، ارحمنا ربنا يا استاذ فادي. استاذ جورج يوسف بيقول لي كلامه ده شغل حواري باب الشعريه والخرفش، قال يعني عامل فيها واد مفتح على كلمه البانجو والكلام ده، عامل فيها مفتح. طيب علاء فؤاد بيقول لي راجل فاشل يا دكتور فعلا، فاستخف قومه فقطعوه، يرحمنا ربنا يا استاذ علاء. علاء فؤاد مختار شنقاوي على ريد، مرحبا عزيزي. ماشي. وجيه وجده وجيه بتقول لي برافو عليك انك منتبه للهاتف. برافو عليك انك منتبه للهتاف فعلا، حتى تحيا مصر قالوا لا. ايوه قالوا لا. جورج سيسو بيقول لي جميل اسماعيل طليقة ايمن نور. لا طليقته مش معاه، ما تتحسبش على ايمن نور دلوقتي، هي خليها خط لوحدها يعني، معلش يعني. مختار شرقاوي بيقول لي مفروض يتغير اسم حزب الوفد الى مسخ الوفد، ممكن هو باظ الوفد خلاص انتهى. مروان جبريل بيقول سلام المسيح معاك يا دكتور وجيه. نعمل ايه يا دكتور؟ هل ننزل ننتخب رئيس المره الثالثه؟ ما انتخبناهوش الزمن، الرئيس ممكن يجي الاخوان يمسكوا الحكم. في سؤال، هل السيسي له يد في خطف البنات ويرجعهم تاني؟ سلام المسيح ليك اولا. السيسي ما جاش يجي الاخوان، دي الفزاعه اللي حطتها لك السيسي عشان ما لا طب ما قدامك قدامك جميله اسماعيل اديها، ما انا اديتك سكه اهو، قدامك جميله اسماعيل اديها. الاستاذ اسلام داخل يقول الحمد لله على نعمه الاسلام وعلى نعمه القران الكريم وعلى على نعمه الاسلام السليم كذا مره. يا عم الحاج الجامع على اول الشارع، روح خد لك ركعتين الله يهديك وسيب البس، سيب البس. ستيل يوسف بيقول لي مين اللي بيدفع لك فلوس عشان تهاجم الرئيس السيسي بكلام فارغ؟ للاسف انك مسيحي. ستيلا يوسف بيقول لي مين اللي بيدفع لك فلوس عشان تهاجم رئيس؟ كتير كتير، امريكا واوغندا والامارات وقطر وليبيا والسعوديه واسرائيل وافغانستان وباكستان وطاجكستان. انا مليت يا بابا من الفلوس دي اللي بتجيني. هو انا ما كنتش اقبض اقول الكلام ده ليه؟ لا كده فلوس، كده فلوس، حسابات في سويسرا، حسابات في بنوك امريكا،
حسابات في كل دول العالم، وغير كده جزر، انا مشتري 5 جزر لغايه دلوقتي، 5 جزر من ورا موضوع السيسي ده. تمام تمام يا عم الحاج. وصلت يا عم يوسف؟ لو ممكن ابعت لك حسابي لو انت عايز تبعت كمان، ابعت لك رقم حسابي عشان تبعت لي فلوس. استاذ مهران غبريال بيقول لي اختصار، احنا عايشين في بلد ما فيهاش ديمقراطيه، ولو حد ابدى رايه او انتقد ارض او انتقد الرئيس يسجن او يتعذب. السيسي ما بيفرقش ليه على جرجس بارومي، رغم انه عارف انه بريء وقضى سنوات كتير في السجن وما جاش حقه كرامه سيده الكرم. برافو عليك انك انت فكرني بسيده الكرم. يا راجل انت بتتكلم عن انسان دموي، انت بتتكلم عن انسان دموي اساسا. يعني اللي قتلوا الرجين هم اللي قتلوا الرجين، قتلوا 5 مسلمين ابرياء قصاده. انت عايز ايه الناس دي تحس؟ انت عايز الناس دي بتكون عندها نخوه وضمير؟ دي عالم بتضرب مخدرات يابا وبتنام بالاستروكس والبلاوي دي اخر الليل. الاخ اسلام داخل بعظات يعني. طيب ماشي، نبقى نعمل لك بلوك يا اخ اسلام انت بعد كده، طالما ايه هتبتدي يعني يتعمل لك يا حبيبي بلوك وهايد. تمام كده. طيب الاستاذ جيرجس بيقول لي دكتور وجيه، اي ازاي يساري او ناصري وهو مواليد 79 يعني لم يحضر الفتره الناصريه ولا حتى الساداتيه؟ لا يا استاذ جيرجس، ناصري الهوى، يعني زي ما تقول واحد مثلا تبع النظام الاشتراكي، هو تبع النظام يعني ناصري الهوى ويساري الهوى كالسيستم بتاعه الايديولوجيه بتاعته، مش انه هو عاش الفتره دي. طيب مختار ماشي، الاستاذ مختار رد على اسلام. طيب الاستاذ مروان بيقول لي هل الازهر بيحكم في مصر؟ بيحكم في مصر والسيسي. الازهر هو المتحكم في امن الدوله، امن الدوله بياخد اوامره من الازهر، عشان كده امن الدوله هو اللي بيغلوش على مواضيع البنات. الاستاذ مختار بيقول الاسلام كان الاسلام كان مريضا بمرض لا يخفي منه الا ماء الرجال، فهل انت مثله؟ ده بيكلم اسلام مختار. طيب انا هبعد من القصه دي. جرجس يوسف بيقول 9 اكتوبر فاضل 5 ايام على حلول هذه الذكرى المفجعه، مذبحه ماسبيرو التي كانت على مرأة ومسمع من العالم. يا ريت يا ريت الناس تفتكر، والاقباط اللي هم عايزين ينزلوا الانتخابات ويدوا النظام يفتكروا. الاستاذ مروان بيقول لي احنا عايشين في غابه وسط بلطجيه، السنه اللي فاتت في 6 اكتوبر ماتوا شابين اختفوا وترموا في حفره، وفي واحد تالت مينا من عبد السيد تقصد، ومايكل المهندس الناس بكبش الحكومه عليه اتقتل يعني. مينا اتقتل فعلا في فتره اكتوبر اللي فات. ماشي. الاستاذ مختار الاسلام بترد على الاسلام برضو، احنا عايش الاستاذ مروان بيقول لي احنا عايشين في دوله فاسده، انسان ملوش قيمه. صحيح بتفق معك استاذ مختار بيرد على الاسلام. طيب جرجس يوسف بيقول لي احتمال بتوع طائره زامبيا تكون اسمائهم مزوره. لا لا عادي 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 جدا، ما تقلقيش يعني. الاستاذ مستال مساو مشاو بيقول لي ذاتس ووز كريزي، هذا جنون. اتفق معك مروان. امال السيسي واخد صوره حمل وديع وهو شرير، ما فيش حقوق انسان، معامله غير ادميه وتعصب عملاء، يرحمنا ربنا. برضو مروان هو عمل انجازات كتير ووراها بؤر كتير،
لا مفيش انجازات، سيبك من الكلام الاونطه ده، شويه طرق وشويه كباري، مش ده الانجازات. الانجازات انك انت تنهض بالشعب زراعيا واقتصاديا، مش تعمل مشروعات ملهاش عائد على المواطن. مختار شرقاوي بيقول لي بيكلم بيرد، هيبتدي مختار شرقاوي مسك مع اسلام وهيقولوا حاجات بقى لبعض، وها ده اللي بخاف منه انا. طيب مختار شرقاوي ماشي. طيب دي كلها تعليقات دينية، انا مش عايز ادخل فيها لان احنا في موضوع سياسي، مش عايزين نبوظه بالحاجات الدينية بين الطرفين. استاذ جرجس يوسف بيقول لي جميل اسماعيل لما حدث الحادث الارهابي في معبر العوجة، عندما قام الارهابي الواد محمد صلاح بقتل 5 جنود اسرائيليين، مدحته ووصفته بالبطل الشهيد. يعني سياسة سياسة، خلينا ناخد الشخص في المجمل وليس بشخصنة مواقف فرعية يعني، لان احنا في النهاية مصريين كلنا يعني. لكن هل شفت ليها مواقف ضد المسيحيين؟ هل شفت ليها مواقف ضد اي قبطي او ضد الفكر؟ لا لا مفيش كلام. الاستاذ جرجس بيقول لي كانت مذيع في برنامج اماني واغاني، بالظبط كانت مذيعة جميلة يعني. الحرية لمصر، واحد باسم الحرية بيقول لي تحية طيبة أستاذ دكتور وجيه، وربنا يبارك لك ويحفظك وكل الشرفاء. أشكرك أشكرك يا حرية. وبعدين الحرية لمصر كاتب تاني تعليق، يحفظك ربنا يا سيادة الرئيس السيسي في ثلاجة مشرحة زينهم عاجلا جدا. أنا اتخضيت في الأول بس تمام. أستاذ جرجس بيقول لي اختاروها عشان حلوة ومتبرجة، اختاروها عشان حلوة ومتبرجة، مش عارف بتقصد بيها ايه. طيب أستاذ مختار بيقول لي كل من على الساحة شوية جهلة يا دكتور، وما فيش فايدة لن تقوم في بلاد الشرق الأوسخ قائمة، ما بقي التراث يملأ العقول. يرحمنا ربنا استاذ مختار. استاذه نجوى ناجي بتقولي شكرا دكتور وجيه، اهلا بيك استاذه نجوى. استاذ مروان بيقول لي الفقر والجوع والغلاء كتر، ربنا يرحمنا المتسولين كتروا، متفق معاك. استاذ فانوس جرجس بيقول لي ربنا يخليك لينا يا دكتور وحشتنا. الله يخليك ويحفظك. استاذه نجوى ناجي بتقولي بحترم كلامك جدا، الله يخليكي. أستاذ مختار بيقول لي قلبي على من كانوا محبوسين في حريق مديرية الأمن بالإسماعيلية ولم يهتم بهم أحد ولم يذكر عددهم، بالتأكيد لم ينجوا منهم أحد. في 14 ماتوا في مديرية أمن الإسماعيلية، بس دول من الضباط والأمناء الشرطة، لكن في ناس كانوا في الحجز أكيد ماتوا طبعا. عددهم كام؟ هم مين؟ كانوا محجوزين ليه؟ الله أعلم. ربنا يرحمنا والله يرحم الجميع. استاذه نجا بتقولي لكن لما الانتخابات مزوره بالتاكيد ننزل ليه؟ ننزل ونشيل صوره اللي احنا هننتخبه، نشيل صوره جميله اسماعيل، عايز نشيل صوره احمد تطاوي، بس بحيث لما حد يجي يصور ما ياخدش الناس، لان هو اساسا هو هينزل رجالته برضه يعني، هو عنده رجاله كتير وعنده بلطجيه كتير، بس احنا لازم ننزل. مين عارف مش يمكن تيجي مراقبة من الخارج، وارد جدا يحصل. طيب استاذ مختار بيقول لي جيراننا من انتخبوا مرسي في منطقتنا ندموا وغيروا موقفهم بعد ان رأوا الاخوان على حقيقتهم. تمام، احنا عايزين مدني، شخص مدني، فكر مدني، نعيش مع بعض حبايب، مسلم مسيحي بهائي شيعي ملحد ايزيدي، كلنا نعيش اخوات مع بعض ومساواة في الحقوق. روجر سلوانس جريس يعني هو اسمه روجر سلوانس بيقول لي جريس اند بيس تو يو دكتور واجي. أشكرك أشكرك، السلام والنعمة ليك. شكرا شكرا، السلام والنعمة ليك أيضا يا أخ روجر، متشكر أوي. شريف إدوار بيقول لي إزيك يا دكتور وجيه وحشني، وأنتوا وحشيني أكتر صدقني.
أستاذ جرجس يوسف بيقول لي حلقة رائعة جدا وأجمل حاجة البث المباشر، تحياتي لحضرتك. صدقني أنا البث المباشر يمكن ما بعملوش كتير معاكم على اليوتيوب، لكن لو البث المباشر ده نجح معاكم إن شاء الله نكرره مرة واتنين وتلاتة، ونحاول نعمل كل فترة لقاء مباشر معاكم وناخد أسئلتكم ونرد عليها، يبقى فيه تجاوب وتحسوا إن إحنا مع بعضينا يعني. وعلى فكرة الحلقة دي هي نفسها يعني غير انها نازله مباشر معاكم دلوقتي بكاميرا، لا في كاميرا تاني بتسجل وهتنزل بجوده اكتر كمان على فيديوهات الـ اليوتيوب، برضو هتنزل بجوده اعلى. شريف قدر بيقول لي هو السيسي منوفي؟ انا اعرف ان هو من الجماليه، يعني انا اعرف انه من الجماليه، لكن منوفي دي ما عنديش فكره عنها طبعا. في حد قال على اسرته واصول اسرته فين؟ الله اعلم بقى. استاذ مروان بيقول لي حلقه فوق الوصف رائعه، اشكرك استاذ مروان. استاذ مختار بيقول لي ديمقراطيه علمانيه ليبراليه، متفق معاك. ديمقراطيه علمانيه ليبراليه عيش حريه عداله اجتماعيه، بنطالب برئيس مدني، بنطالب بحكومة محترمة مش حكومة بلطجية، بنطالب برئيس يحترم الشعب ويحب الشعب ولا يهين الشعب ويحتقر الشعب أو يستغل الشعب أو يستخف بالشعب. أحبائي أخدت معاكم وقت حلو جميل، أتمنى نكون قلنا فيه كلمة جميلة. من قناة الصوت الصارخ أرسل لكم محبتي وقبلاتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.